سهراً على نجاح واحدة من التجارب الرائدة في مجال ترقية الزراعات البيولوجية بولاية الجلفة، يقف حكيم علي ليش ككل سنة على عملية الجني المبكر لمحصول الزيتون قبل نقله إلى المعصرة المتواجدة بمستثمرته الفلاحية. الزيتون يتجنى يتوجه مباشرة في صناديق مثل ما تلاحظون إلى المعصرة. في بعض الأحيان لا يتجاوز عمر الزيتون من يتنحى ساعة، دونك يتوجه مباشرة إلى المعصرة الموجودة في وسط المزرعة، وهذا نحرص بزاف على إنتاج زيت ذوي جودة عالية كما ينص عليه المجلس الدولي لزيت الزيتون حسب المعايير المنصوص عليها من طرف الخبراء العالميين. تحقيق إنتاج بمقاييس عالمية مع الاعتماد على عدم استعمال الأسمدة الكيميائية وتدوير المخلفات الطبيعية كسماد عضوي هو ما تتميز به هذه المستثمرة الفلاحية. المزرعة تاعنا من منذ إنشائها لم نستعمل أي دواء، أي مواد كيميائية، أي أسمدة، أي لمكافحة الأعشاب الضارة، ولا عندنا برنامج نخدمه به اللي هو بعد ما نكملوا الجني نتوجهوا للحرث، الحرث باش نقتلوا كاع الأعشاب الضارة اللي يتحولوا إلى مواد عضوية، ونرجعوا بقايا الزيتون ثاني نخمروهم يوليوا للشجرة التي تولي تغذى منها، ونستعملوا يعني مواد يعني طبيعية وعضوية كالغبار كالبقايا الزيتون. خيار الإنتاج النوعي المراعي للبيئة وصحة المستهلك الذي تنتهجه علامة ذهبية لزيت الزيتون أثبت نجاعته أكثر من مرة في المحافل الدولية. علامة ذهبية سبق وأن شرفت الجزائر بميداليات على غرار اليابان، إيطاليا، وميامي في أمريكا، دبي، وتركيا، إنجلترا، لندن مثلا، النرويج، سويسرا، في عدة يعني محافل، عدة مسابقات شاركنا فيهم وما كاش مسابقة اللي ما جبناش فيها ميدالية، والحمد لله. هذا يدل على المنتوج الجزائري يعني يقدر ينافس بكل أريحية المنتوج العالمي. الزراعات البيولوجية في مختلف الشعاب الفلاحية لا سيما شعبة الزيتون إحدى الرهانات التي يرفعها الفلاحون اليوم لزيادة الإنتاج والتركيز على الجودة.